يمكن حضرتك تحدثت عن الأسباب العامة، لكن الدراسة حددت إنه يمكن تناول العشاء بعد الساعة 9 مساء بتقول إنه مرتبط بخطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الدماغية والسكتة الدماغية. اه طبعا هي دي بتزود النسبة، وعايز اقول لحضرتك كمان ان لو الواحد اتعشى ودخل نام على طول، ده طبعا من العادات الغذائية السيئة جدا. في بعض الناس عاداتهم الغذائية انه يروح ويتعشى وياكل وجبة يعني المفروض يكون دسمة في وقت قد ايه او مساحة قد ايه ما بين آخر وجبة على ووقت الاقل، النوم؟ على الأقل يبقى في ساعتين ما بين آخر وجبة وأكل والنوم. وطبعا الدراسة ديت من ضمن الحاجات العادات الغذائية إنه ممكن في واحد ما بياكلش غير وجبة واحدة بس بالليل أو وجبتين، وممكن الوجبة بتاع الفطار دي ما بياكلهاش وياخد بعضه وينزل يشتغل. طبعا عدم تناول وجبة طيب لو الفطار سمحت دي لي يا دكتور برضو شريف، عادة سيئة. هنتكلم عن وجبة الفطار، لكن بالنسبة لوجبة العشاء حضرتك قلت انه لازم يكون قبل النوم بساعتين، في اي وقت؟ يعني لو هو ينام الساعة 2 بالليل مثلا ممكن يتعشى الساعة 12، ولا هو في برضو وقت؟ من العادات الغذائية دلوقتي اللي منتشرة ما بين المصريين انه في ناس كتير دلوقتي بتصحى طول الليل تنام وقرب الفجر، يعني اللي هو اليوم بتاعهم بقى مقلوب. دي طبعا من العادات الغذائية السيئة. وعايز اقول لحضرتك معلومة انه الدراسات القديمة اثبتت انه الفترة اللي بيحصل فيها السكتات، اكثر فترة بيحصل فيها السكتات الدماغية والازمات القلبية هي في حدود الساعة 5 و6 صباحا. يعني ممكن الواحد بيخش ينام وبعدين الفترة ديت بيحدث فيها ارتفاع في ضغط الدم، فده بيزود نسبة انه الانسان يجيله سكتة دماغية او أزمة صحيح يا دكتور، قلبية في عشان كده الفترة بقينا اللي نسمع قبل كتير، الفجر. بقينا نسمع كتير كده الشخص ده بيقولوا دخل نام وجم يصحوه ما صحيش، فيبقى اصيب بهذه السكتة الدماغية، والموضوع لازم نخلي بالنا منه طبعا، لانه لم يعد مقتصر فقط على مسألة السمنة او زيادة وزن، لا الموضوع بيؤدي الى السكتة الدماغية والوفاة.